عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الجارديان حيث نشرت مقالا لريف ألاف بعنوان محادثات السلام في جنيف التي لا نهاية لها لعبة في يد بشار الأسد قالت فيه إن الأسد على يقين بأن محادثات جنيف غير مجدية بل تمثل غطاء مثاليا لمواصلة إرهابه المتواصل لشعبه وأوضحت أن المشاركة في محادثات السلام من دون شك أفضل من القتال، إلا أن ما من شيء في محادثات جنيف اثنين بين النظام السوري والمعارضة من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب السوري أو البدء في إنهاء الحرب. وأضافت كاتبة المقال أن هذه هي مطالب المعارضة السورية لغاية اليوم، إلا أنه منذ عقد جنيف واحد زاد الأسد هجومه. بل فرض حصارا قاسيا على أكثر الناس عجزا وضعفا في مناطق واسعة من المدن الكبرى في سوريا بما في ذلك مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك وأشرت إلى أن الناس تتضور جوعا في حلب وحمص بينما العالم ينظر إليهم وأردفت علاف أن الأسد يعتقد أن مرور الوقت في مصلحته وذلك عبر الدعم السياسي والمالي والعسكري من الدول المؤثرة عالمياً مثل روسيا وإيران، ومع اكتفاء الولايات المتحدة وحلفائها بالإدانات، فإن الأسد سيستمر في ترويع معظم مواطنيه، وفي الوقت نفسه ستواصل المعارضة القتال مرة أخرى ليس فقط ضد قوات الأسد، ولكن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي ترك يتجول من دون عوائق. بل بتشجيع من قبل الرئيس السوري بشار الأسد وختمت بالقول أسوأ شيء يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي هو الدفع بمحادثات من أجل المحادثات ولغسل يديه من المشكلة التي هي سورية وبالانتقال إلى صحيفة سكوتسمان حيث نشرت مقالا بعنوان هل يمكن أن نقف جانبا بعد الرعب الذي شهدناه في سوريا؟ قالت فيه تحمل بعض العبارات وزنا تاريخيا لا يمكنها أن تحتمله كما لا ينبغي أن تستخدم بخفة أحد هذه العبارات معسكر الاعتقال الصور التي سربها أحد رجال الشرطة السوريين الذي انشق وانضم إلى جانب المتمردين توثق وقائع مقتل ما يقرب من أحد عشر ألف شخص معظمهم تعرضوا للتعذيب قبل أن يقتلوا نحن نعرف مسبقا أن هناك مذبحة جماعية في سوريا في يوليو العام الماضي كانت الأمم المتحدة تتحدث عن مقتل مئة ألف شخص ولكن إذا كان هناك أحد عشر ألف جثة تظهر عليها آثار التعذيب في منطقة واحدة فإن رئيس بشار الأسد اختبر عزيمة الغرب العام الماضي عندما استخدم الأسلحة الكيماوية ضد أحياء يسيطر عليها المتمردون ولكن العمل العسكري المحتمل ضد الحكومة السورية توقف عندما قرر مجلس النواب في مجلس العموم البريطاني رفض دعم استخدام قوة محدودة من قبل الجيش البريطاني. إحدى النتائج الجزئية لذلك كانت تراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن توجيهه لضربة لجيش الأسد، وبالتالي ترك الطريق مفتوحا ليقوم الرئيس فلاديمير بوتين للتوسط للوصول إلى اتفاق يتضمن نزعة رسانة الأسلحة الكيماوية من نظام الأسد مع بقاء الأسد في السلطة في الوقت الراهن في ضوء الأدلة الجديدة هل يمكن الدفاع عن هذا المأزق الدبلوماسي؟ التسريبات التي كشف عنها بالأمس تم توقيتها لتتزامن مع محادثات السلام التي يفترض أن تبدأ في سويسرا بعض الأطراف المهتمة قلقة بوضوح من أن التسوية السلمية ربما ترسخ حكم نظام الأسد، وبالتالي تسمح له بالاستمرار في بربريته دون أي رادع. بعد العراق وأفغانستان، يشعر الغرب بالحذر، وهو محق في ذلك من أي مغامرات عسكرية يمكن أن تتضمن وجود قوات على الأرض. ولكن المستجدات الأخيرة تدفعنا إلى القول هل يمكن حقاً أن نقف مكتوفي الأيدي؟ وهل يمكن أن نكون شهودا سلبيين على محرقة جديدة؟ مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب مصطفى فحص مقالا بعنوان: (إيران وجنيف اثنين نهاية زمن المراوغة)، قال فيه: (تبعاد إيران من مؤتمر جنيف اثنين لحل الأزمة السورية) قطع الشك باليقين بأن طهران لم تزل خارج الترتيبات الاقليمية، تفيد المعلومات المسربة من أروقة الأمم المتحدة بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان تعرض لضغوط روسية مكثفة عشية جنيف اثنين من أجل دعوة إيران، وأن ضغوط موسكو على بان جاءت استنادا إلى معطيات لديها رجحت وجود لونة أمريكية في التعاطي مع طهران، إلا أن ردة فعل واشنطن المتشددة التي طالبت بسحب دعوة إيران إلى جنيف اثنين فورا، أربكت موسكو. يبدو أن إيران تلقت صفعة سياسية خارجية، لا شك أن لها ارتدادات داخلية، فقد سرب الأمين العام للأمم المتحدة كلاما يُحظر تداوله خارج الغرف المغلقة في طهران. كلاما يكشف أن قوى داخلية مركزية تعد السيطرة على سوريا وبقاء الأسد، معركة حياة أو موت بالنسبة لها. لا شك أن تعنت الأجنحة المتشددة يعرقل الانفتاح الإيراني على العالم، ويطيح بسياسات الاعتدال، لذلك لم تعد المواجهة العلنية بين النقيضين بعيدة على صعيد الداخل والخارج، ما يظهر أن النظام الإيراني بشقيه المحافظ والمعتدل قد وقع في الفخ الأمريكي الذي أعلن انحيازه العلني إلى جانب فريق ضد آخر، معمقاً بذلك الهوة المتسعة بينهما. وممهدا الارض لمواجهه سياسيه تنهك كل منه منهما وتسهل على واشنطن فرض شروطها الخاصه على من يخرج منتصرا من المعركه. وبالانتقال الى صحيفه القدس العربي التي نشرت مقال لالياس الخوري بعنوان "متى يفترس الوحش نفسه؟" قال فيه: "هل نستطيع ان نطلق على جنيف اثنين اسم مفاوضات؟" أم نحن أمام وقت ضائع في مسار المتاهة الدموية السورية؟ بدأ الوفد السوري برئاسة وليد المعلم، بدأ مهلهلاً وفاقدًا للقدرة على الكلام، ملأ صمته باللغو والتحدي الاستفزازي، كأنه لا يدري أن الأمور أفلتت نهائيًا من بين يديه، وأنه لم يعد صالحًا كنظام للمشاركة في المرحلة الانتقالية، ما يستطيعه لا يتعدى ما يقوم به الآن إنه مجرد أداة لتدمير ما تبقى من الوطن السوري، وقوة استدعاء وجذب لقوى تدميرية طالما استخدمها لإخافة خصومه. فإذا بها اليوم تنفلت من عقالها كي تشارك في المذبحة السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات. ماذا يجري في جنيف اثنين إذاً؟ ولماذا؟ النظام يتوحش، وقوى وحشية تسللت إلى الفراغ السياسي السوري. مدعومة بالنفط والغاز والإعلام، تقدم الوجه الآخر للنظام بخطابها الاستبدادي. وفي الوسط تقف المعارضة السياسية السورية لتعبر عن عجز السياسة عن بناء أفق جديد، وتأخذنا إلى الأسئلة عن معنى الصراع. هل هو صراع في سوريا أم صراع على سوريا أم مزيج منهما؟ وسط متاهة الكلام الذي ينزف دما، فقد الكلام كل معانيه. الدم يراق كل يوم من مخيم اليرموك حيث تمتزج الفضيحة الاخلاقية بالماساه ويقتل الجوع الفلسطينيين المتروكين لمصيرهم، إلى حمص المحاصرة بالخوف والجوع، إلى الغوطتين، إلى الرقة التي يدعشها الظلام ويفرض عليها الترهيب والجنون، وصولا إلى حلب التي تحولت إلى مختبر لعبقرية البراميل المتفجرة. الدم في الشوارع والجلاد يفاوض ويترك لناطقته ان تترجم ترنحه قبيل السقوط بكلام يخجل منه الكلام الدم يغطي وجه سوريا والصبر عيل صبره ومع ذلك لا يملك الناس سوى صبرهم وصمودهم وهم لا ينتظرون شيئا من احد انتظارهم الوحيد هو ان يمل الانتظار منهم ويدفع الوحش الى افتراس نفسه مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى صحيفة إيلاف التي نشرت مقالا لداود البصري بعنوان صمت العالم المخزي عن جرائم وحش الشام قال فيه بكل تأكيد ودون مواربة ولا مناورة فإن ضمير العالم هو اليوم يعيش في إجازة مفتوحة لا يبدو أنها ستنتهي قريبا مع الجرائم البشعة التي يقترفها طاغية ووحش الشام منذ ثلاثة أعوام كاملة ضد شعبه والذي يتعرض لحملة سلطوية ممنهجة من التدمير والاستئصال وبما يمثل حالة غير مسبوقة في عالمنا المعاصر لقد سن هذا النظام المتوحش أسلوبه الخاص في إفناء الشعب السوري من خلال التحصن بقواته المنهارة وعصاباته المخابراتية المجرمة والتعكز على عكاز الادعاءات الوهمية والمرضة حول محاربته للإرهاب جميعنا يعرف بان ملف حقوق الانسان لم يعد ملفا خاصا بسياده الدول بل انه مبدا وملف انساني محض يتجاوز الحدود الوطنيه والسياديه كما ان الجرائم المرتكبه ضد الجنس البشري هي ذات طبيعه قانونيه خاصه لا تسقط بالتقادم ابدا فلماذا يطمئن النظام السوري ببروده عجيبه لمواقفه الاستئصاليه ويمعن في ممارسه جرائمه العلنيه يوميا من خلال قصف المدنيين السوريين ببرامله القذرة، أو من خلال التوسع في عمليات القتل الوحشية عبر التعذيب في مقرات مراكز النظام الاستخباراتية، وهو ما كشفت عنه آلاف من الصور الحديثة والمتسربة والمنشورة في كل العالم. لماذا لا تجرد الولايات المتحدة أساطيلها؟ أو تفعل آلتها الإعلامية لإسقاط نظام متوحش وهمجي؟ هو الأشد وحشية في تاريخ الشرق والعالم بأسره، ويمثل وجوده واستمراره وصمة عار في جبين الإنسانية ولطخة سوداء لا يمكن أن تمحى. بعد أن تخلى العالم الحر بجبن وخسة عن نصرة ثورة شعب حر وشجاع، في ثورة هي عروس الثورات الشعبية في العالم. الجواب على الصمت الدولي المخزي يتحدد في ضوء معرفة الهوية الحقيقية والتدليسية للنظام السوري الذي هو في الحقيقة مخلب قط قذر للمصالح الشيطانية في العالم العربي ملفات النظام الإرهابية وممارساته المخزية للقتل الشامل لن تمنع انهياره أو تعزز حصوله بل, العك بل على العكس تماماً فمع كل جريمة سلطوية جديدة تزداد الاراده الثوريه على الاستجابه للتحدي والاصرار على اسقاط النظام وانزال القصاص العادل بحق عناصره الارهابيه وسكوت العالم المخزي ليس سوى خارطه طريق مقدسه لاصرار ثوري شعبي على ارسال النظام الى مزبله التاريخ وخدمات نظام ال الاسد الخاصه لاعداء الامه لن توفر له حصانه من المسؤوليه والمتابعه إنهم يكيدون كيدا خبيثا لكن إرادة الشعب ورجال الشام ستطيح بكل أصنام العار والهزيمة والاستبداد لن يفلت القتلة مهما تآمرت قوى الشر الدولية في غرفها السوداء لقد حسم الشعب السوري خياره وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء حيث كتب جمال قارص لمقالا بعنوان حياة وليد المعلم في خطر قال فيه إن الخدمة التي قدمها وزير خارجية النظام وليد المعلم للمعارضة السورية لا تقدر بثمن ولو دفعت له المعارضة ما يعادل وزنه من الذهب فلا تستطيع أن ترد له ما قدمه لها من معروف وجميل ما قام به وليد المعلم اثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جنيف 2 كان يشبه ما يقوم به الفيل في متحف للزجاج لانه كان في كل حركة يقوم بها يكسر شيئا من الزجاج الدبلوماسي بتصرفه هذا أعطى المعلم للعالم الصورة الحقيقية لنظامه، وكيف يفكر هذا النظام؟ وكيف عامل هذا النظام مواطنيه ولعقود طويلة؟ وما هي أسباب انتفاض الشعب السوري بثورته هذه لنيل حريته وكرامته؟ كلمة وليد المعلم كانت مكتوبة وطويلة جدا، وكان عليه أن يقرأها كاملة لأن توجيهات القصر كانت هكذا، للأسف نسي القصر بأن حنك وليد المعلم فيه كثير من الرخاوة ومهما قام بشده فسيبقى رخوا وأراد المعلم أن يسجل موقفا بطوليا أمام الرأي العام العالمي عندما تهجم على وزير خارجية الولايات المتحدة فكانت نتيجة تصرفه هزيلة ورزيلة ووقحة ولا تتناسب مع الأعراف الدبلوماسية هذه الأخطاء الجسام تجعلني ألا أستبعد كثيراً أن تقوم أجهزة أمن النظام باعتقال وليد المعلم أو تصفيته أو إبعاده عن المشهد السياسي والدبلوماسي إذا ما رجع إلى دمشق. حسب تصوري أصبح كل أعضاء وفد النظام في خطر، وعلامات التوتر والتشنج كانت واضحة عليهم جميعاً، وكأنهم كانوا جالسين في مأتم وليس في مؤتمر من أجل إنقاذ الوطن والمواطن السوري. أما ضحكة جميلة الوفد لونا الشبل، فكانت مثل صرخة المطرب علي الديك وهي مسجلة كرنة هاتف جوال في مجلس عزاء، وصاحب الهاتف هذا لا يعرف كيف يستطيع أن يكتم هذه الرنة التي تأتي في توقيت مناقض للأجواء السائدة. أما عملية التسمم بواسطة الكحول والتي حصلت مع الجعفري، فلا نعلم ما هي أسبابها، فهل كانت عملية انتحار فاشلة؟ الآن أصبحت ليس فقط حياة وليد المعلم في خطر، بل حياة كل أعضاء الوفد المرافق له، وكل عضو من أعضاء الوفد يعرف جيدًا بأن عليه أن يكتب تقريراً مفصلاً إلى أسياده حول كل ما جرى في هذا المؤتمر بعد رجوعه إلى سوريا، وكل واحد سيحاول تبرئة نفسه، وإنني أرى أن يتم عرض اللجوء السياسي أو الإنساني من قبل إحدى الدول الأوروبية على كل أعضاء وفد النظام السوري وبهذا تكون هذه الدول قد ساهمت في حقن دماء السوريين وساعدت في التوصل الى حل مناسب للازمه السوريه. على الاعضاء الرئيسيين في وفد النظام الا يماطل كثيرا وان يستغلوا الفرصه السانحه الان لان بعض اعضاء الوفد غير المهمين اخذوا بهذه الفكره وكما يقال نفدوا بريشهم. والانتقال الى موقع اورينت نت الذي نشر مقالا لاحمد مصطفى العز بعنوان: النظام يعيد طرح نفسه، بش بشار بديلاً عن الأسد قال فيه. قول نابليون بونابرت في السياسة لا تشكل الأمور غير المنطقية عقبة. وعلى هذا الدرب تسير الدول الغربية في إطار تعاملها مع الملف السوري. فالدول الغربية التي كانت متحمسة بشكل كبير مع بداية الثورة للإطاحة بنظام الأسد، باتت تتحدث الآن عن حلول سياسية آمنة. وعملا بمقولة نابليون فإنه لا مانع من أن يشكل الأسد وطائفته دورا فعالا في المستقبل السوري طالما أن ذلك سيحافظ على مصالحها في المنطقة هذا المناخ دفع بالأسد وحلفائه إلى إعادة تسويق نظام السوري من جديد مع تصدير شكل سوداوي مروع للثورة السورية إلى الغرب يجعلهم يعيدون التفكير في الإطاحة به النظام برأ في تصوير الثوار على أنهم جهاديون راديكاليون، وأن كثيرًا منهم أعضاء في تنظيم القاعدة، وحال وصولهم إلى سدة الحكم، فإنهم سيطبقون الشريعة، وسيذبحون الأقليات، ويحرقون الكنائس، ويضرون بمصالح الغرب في المنطقة، هذا بخلاف تهديدهم لأمن إسرائيل. وهذا ما دفع النظام ليعيد طرح نفسه على المجتمع الدولي فإلى جانب الفضائيات السورية والإيرانية والروسية التي تؤيد الأسد على طول الخط وتتبنى نفس خطابه، بدأ النظام يظهر وجهاً آخر يبدو به أكثر تسامحاً وديمقراطية، فهو لا يمانع من المشاركة في جنيف اثنين، وسلم ترسانته الكيماوية كي يتم التخلص منها، ويصرح دائماً بأن ثمة مستقبلاً وردياً ينتظر السوريين بعد أن تنتهي الحرب المقدسة على الإرهاب. وفي الوقت نفسه النظام يريد أن يظهر مستقبلاً كابوسيّاً لسوريا في حال سقوط الأسد، والإعلام الرسمي منهمك في الترويج للديستوبيا مروعة ستعاني منها المنطقة بأكملها إذا ما رحل الأسد، وأنه لا مناص أمام الغرب إن كان يريد الهدوء في المنطقة والحفاظ على مصالحه إلا من الإبقاء على الأسد في الحكم، لذا على الجميع أن يعي أن الثورة لم تكتمل بعد ولم تحقق أهم أهدافها وهي الإطاحة بالأسد. فلا تستعجلوا ثمارها، فمن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. واذا استطاع النظام فعلا ان يثبت للعالم انه الاجدر بتولي زمام الامور في سوريا مستقبلا، وانخدع بذلك الغرب الذي لا يهمه سوى مصالحه، حينها ربما سيقول اللاحقون يوما ما كانت هنا ثوره. الى هنا مشاهدينا الكرام، تنتهي حلقتنا من حديث الصحافه لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غدا ان شاء الله دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته